من خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس. برحب بيكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم إيمان كنيستي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بنوتنا لله، وقلنا ان احنا خدنا نعمة البنوة من جرن المعمودية، لكن مش كفاية ان احنا نكون ابناء لله لمجرد ان احنا اتعمدنا او جزنا في جرن المعمودية، لكن الأجمل والمفروض كمان يحصل ان احنا نسلك كأولاد لله. لازم نكون مختلفين عن أولاد العالم، لازم كل اللي يشوفونا يعرفوا ان احنا مختلفين عنهم، ان احنا أولاد لله. في كل تصرفاتنا، يعني في الشغل يبان ان احنا مختلفين عن بقية الناس، في معاملتنا، في كل شيء لازم نبان ان احنا أولاد لله، في كلامنا، في سلوكنا، في كل شيء. النهاردة هنتكلم عن الإنسان والأديان، يعني كيف تنظر الأديان للإنسان. يمكن الموضوع شكله غريب، لكن ما يكونش غريب أبدا لما يكلمنا قدس أبونا المحبوب القبص سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة العذراء والقديس يوسف النجار كولومبوس أوهايو. أهلا بيك معنا يا قدس أبونا في حلقتنا النهاردة، وقدسك بتفسر الصعب. تعيش يا تصوني ميرة، البركة فيك انت. لا تعيش يا أبونا، البركة في قدسك. يعني ايه نظرة الأديان للإنسان، وهل تختلف؟ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله رافع الرأس. كل المخلوقات الأخرى مطأمنة الرأس، سواء كانت نباتية أو حيوانية. مهما ارتفعت قامة الحيوان أو النبات، لابد أن راسه تبص لتحت، لأنه مخلوق من التراب فقط. ولأن الله لم ينفخ في هذا التراب الذي خلق منه الحيوان فيصير كائنا حيا، إنما أعطاها الحياة بمجرد أنه قال له لتخرج الأرض، ذوات أنفس حية، لتخرج المياه، لتفض المياه. الكلمة أعطت له حياة، لكن الحياة اللي أخذها الإنسان ما كانتش بكلمة، دي كانت بعمل، كانت بفعل. فهو المخلوق الوحيد الرافع الرأس الناظر إلى أعلى. عشان كده لما نيجي نمسك كلمة أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، كلمة أنثروبولوجي يعني الباصص لفوق، الناظر إلى أعلى. هذه كلمة إنسان في اللغة اليونانية. كلمة أسقف إبسكوبوس باللغة اليونانية الناظر من أعلى. فطبعا لما أحط لها كلكولوجن وأعمل لها تلخيص تاخد اسم الناظر أو الرقيب. الرقيب اللي بيراقب، فيبقى الإنسان هو الناظر إلى أعلى. يبقى إذن الإنسان عايش على الأرض لكن باصص في السماء. كل المخلوقات التانية حتى الطيور تطير في عنان السماء، لكن عينيها بصل تحت، بصل الأرض. فعجيب هو هذا الإنسان. كلمة جميلة قريتها في إحدى الكتب العلمية، أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يخجل في الكون كله.
لأنه المخلوق الوحيد الذي يفعل ما يخجله، فما فيش دافع الخجل عند كائن تاني غير الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يفعل ما يخجله. حاجة تانية كمان، إن الخطية منتج آدمي وصناعة بشرية وإنتاج إنساني، مفيش خطية خارج حدود الإنسان، فالكائنات الأخرى تفعل الخطأ، أما الإنسان فيفعل الخطيئة والخطأ. كل الكائنات التانية ممكن تقع في الغلط، تقع في الخطأ، ولكنها لا تفعل الخطية، هي تفعل الغريزة. وممكن في الغريزة، رغم أن الغريزة الحيوانية أقوى بكثير جدا من الغريزة الإنسانية، إلا أن الحيوان أعف عن الإنسان في كل أنواع الغريزة، لأنه لا يستخدمها إلا إذا كانت هناك حاجة، ما فيش حاجة ما يستخدمهاش، أما الإنسان فيستخدمها سواء إذا كانت هناك حاجة أو لم تكن هناك حاجة. يبقى إذن هذا الكائن اللي هو الإنسان، اللي ارتضى ربنا أن يديله اسمه ويقول أنا هخليك ابني وأنا أبقى أبوك، وفي متى 5:9 رب المجد بيقول متى صليتم فقولوا يا أبانا. تعبير جميل جدا، مش موجود في أي حتة تانية، لكن طبعا في ناس كتيرة بيستكتروها علينا، زي ما جه في سورة المائدة رقم 5:18، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبكم بآثامكم؟ يعني هو بيناقش، انتوا بتقولوا احنا أولاد الله وأحباء الله، طب ليه ربنا بيعذبكم بآثامكم؟ لأن الأب لا يعذب ابنه، الأب لا يعذب إنما يهذب، الأب لا يعذب إنما يؤدب. وده الصورة اللي ربنا واخدها معانا. نيجي نمسك إن الأديان كرمت الإنسان بأي طريقة إزاي، نقدر نلاقي نقاط بيضة موجودة، يعني مش لازم نتكلم على كل النقاط السوداء، نتكلم على النقاط البيضة اللي ممكن تخدم القضية، لأن الإنسان في المسيحية اتكرم جدا. بالظبط، اتكرم جدا. شوفي مثلا، كان في لاعب كان بيلعب، لاعب مشهور، الماتش بتاع الاعتزال يلف الملعب كله، حي الجمهور، يودع الملعب، يقبل الكرة، يودع الجمهور، وبعدين يخلع الفانيلا اللي كان بيلعب بيها. اتعرضت ب$150 مليون. فانيلا دي انا لو حبيت اشتريها من وول مارت اشتريها ب$9.99 ويمكن تنزل على سيل تبقى اقل من كده، تبقى ب$10. مش القيمة في، مش في الشورت نفسه. امال دلوقتي اللي بقت ب$150 مليون والناس تتهافت. يعني ده فضل كل واحد يزود يزود لحد ما واحد خدها بالتمن ده. ليه؟ كانت على جسم اللاعب الفلاني في ماتش الاعتزال. احنا بعد كده الفانيلا اللي رب المجد لبسها ولعب بيها دور الكفارة والفداء والخلاص كان هو هذا الجسد. هذا الجسد كرم فيما بعد في العهد القديم، لكن اللي يلمس جثة ميت متنجس 7 أيام، يصير نجسا 7 أيام، وفي ال7 أيام دول لا يقترب إلى الأقداس. عشان كده كان بيمنع الناموس في العهد القديم إن رئيس الكهنة يتنجس لأي أحد، لكن الكاهن يتنجس لمراته وأخته العذراء وأبوه وأمه، لكن الشعب كل واحد ممكن يعمل زي ما هو عايز، لأن لو الشعب تنجس الكاهن يقدسه، ولو الكاهن تنجس رئيس الكهنة يقدسه، لكن لو رئيس الكهنة تنجس لميت
من ذا الذي يقدس رئيس رئيس الكهنة؟ الكهنة. فمنع ان رئيس الكهنة يقرب من اي حد، لان ما فيش اللي يقدر يقدس. لما نيجي ندخل كنايسنا دلوقتي نلاقيها مليانه اجساد قديسين، ونمسك اجساد القديسين نحطها على الاماكن الموجوعه والاماكن المتعبه وعلى راسي وعلى جسمي، واحط واخد بركتها. ليه؟ لان دلوقتي هذا الجسد تقدس. الفانيلا اللي كان لابسها اللاعب ولعب بيها ماتش الاعتزال وراح خلعها اتباعت ب 150 مليون دولار، والناس تهفتت عليها، مش لقيمتها لا المادية، قيمتها المادية 10 دولار، لكن لقيمتها المعنوية. هذا اللي أصبح للإنسان بعد التجسد وليس قبل التجسد. نيجي نحط التقييم كل دين، أنا أحط العناوين وبعد كده حضرتك تقسمي نتكلم فيه كل مرة. تقييم كل دين، اليهودية دعت الإنسان صورة الله، المسيحية دعت الإنسان ابن الله، الإسلام دعا الإنسان خليفة الله. فممكن نتكلم في نتكلم عن اليهودية الأول، نتكلم عن اليهودية عشان نحلي بالمسيحية حسب الوقت إن شاء الله. الديانة اليهودية في تكوين واحد عدد 26 و27 وتكوين 5 عدد 1 و2 و9 و6 و9 عدد 6 بتقول إن الله خلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهما. هو اللي حصل ان ربنا ما خلقش في البدايه ذكر وانثى، ده خلق ذكر بس، لكن كانت الانثى جوه الذكر بالظبط، بحيث ان ربنا لما جه يخلق ادم خلق ادم من التراب، خلق التراب من العدم، فيبقى ادم جاي من تراب والتراب من عدم، لكن حواء ما جاتش من تراب. حواء خلقها الله مخلوقا من مخلوق، فراح ربنا واخد حاجة من آدم وكمل هو الباقي، بس الخميرة اتاخدت من آدم. حتى بعض الناس يقول الضلعة اللي قدمها آدم لحواء كانت هي الشبكة اللي بيها اتجوز حواء، فراح ربنا واخد الضلعة دي وكون منها حواء وأحضرها إلى آدم. هنا طبعا عايزين نحط حاجتين، اول حاجة هل الله له صورة وشبه عشان يبقى انسان على صورة الله؟ لا طبعا، ما فسرها بعد كده معلمنا بولس، قال صورة الله في التقوى والحق. صح، فيبقى هنا دلوقتي الانسان مخلوق على صورة الله، مش في الشكل، في البر والتقوى والحق، لكن مخلوق على صورة الله، لأنه هو الكائن الحي الخالد، الكائن الحي الحر، الكائن الحي المريد، الكائن الحي العاقل. كل الكائنات التانية حية، وفي كائنات تانية جامدة غير حية، فيبقى أنا عندي كائن كائن جامد زي الجماد، وعندي كائن حي غير عاقل، وعندي كائن حي عاقل اللي هو الإنسان. فيبقى ده الطب بتاع خلقة ربنا. يبقى الكائنات التانية اللي بتقول حياة، بتقول إن هي حية لكنها غير عاقلة، عشان كده غير خالدة. أما الإنسان فهو صورة الله، لأنه مخلوق على صورة الله، في إن هو يريد عاقل. الكائنات التانية الإرادة بتاعتها تسير وفق القانون الطبيعي او وفق الغريزة، وعاقل وحي وحر، ويملك حتى ان يفعل الخطأ اللي يزعل ربنا والخطأ اللي يضره هو. فربنا ما سحبش منه الحرية علشان في حاجات هو بيعملها ربنا بيزعل منها، في حاجات هو بيعملها بتضره، لا خلاله الحرية، لأن الحرية هي اللي تخليه على صورة الله
ومثاله. حاجة تانية، إن الكتاب المقدس قال عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور، صورة الله. هنا هناك فرق بين إن الإنسان على صورة الله وإن المسيح صورة الله. بالضبط. هذه الصورة ليست صورة فوتوغرافية وليست صورة زيتية، ولكني أنا مش شايف ربنا لكن شايف المسيح. فلما القديس فيلبس الرسول قال لرب المجد أرنا الآب وكفانا، قال له رب المجد إلى الآن لم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. يعني اللي يشوفني يبقى شاف الآب بالضبط. طب الآب، الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضنه. عشان كده احنا سمعنا صوته في يوم الأبيفانيا أو الثيوفانيا لكن ما شفناهوش. الروح القدس شفناه لكن ما سمعناهوش. يبقى في يوم الثيوفانيا، يوم عيد حلول الروح القدس، يوم معمودية المسيح اللي هي 11 طوبة، نحن سمعنا الآب دون أن نراه، ورأينا الروح القدس على شبه حمامة دون أن نسمعه. طب والابن في يوحنا الأولى 1:1، الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه بآذاننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا، سمعنا وشفنا وشهدنا ولمسنا وتجرأنا وصفعنا وتفلنا وعذبناه وهناه، وفي الآخر أكلناه جسدا وشربناه دما. فيبقى ده أول حاجة، إن الديانة العهد القديم نظر الإنسان نظرة كريمة إنه صورة الله، بس اداله لقب عبد، لسه انتوا عبيد. بالزبط. حتى المزمور كان بيقول باركوا الرب يا عبيد الرب، يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب، في ديار. دول أرقى نوع من البشر اللي هم القائمين في بيت الرب، في ديار بيت إلهنا، لكن نقول لهم يا عبيد الرب. طيب ده صورة الإنسان أو نظرة الله للإنسان في العهد القديم. خلينا ناخد في الإسلام علشان نستفيد في المسيحية. في سورة البقرة سورة رقم 2:30، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عرفتوا منين أن يبقى في دماء موجودة في عروق وشرايين وأوردة وتجري في أجساد، وبعدين واحد يذبح التاني ويسفك الدم؟ ده سبق علم يعني، رؤية مسبقية. ونحن نسبح بحمدك، انت مش ناقصك حاجة علشان تخلق انسان، ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. يعني هو الحوار ده دار بين مين؟ دار بين الله، دار بين ربنا والملائكة. والملائكة يعني ربنا بياخد رأي الملائكة في انه هو هيخلق البشر. هما كان عندهم معلومات عن الانسان يمكن اكتر من ربنا، وقالوا له، حبوا ينصحوه، لكن هو قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون، والنتيجه اثبتت ان هم اللي قالوه كده كان مظبوط. اتخلق في الارض من يفسد فيها ويسفك الدماء، حاجتين. ونحن نسبح بحمدك، يعني ما مش محتاج للانسان، مش محتاج للانسان. المهم سمي الانسان خليفه، يقول لك لانه يخلف الله على الارض. هو ربنا ساب الدنيا علشان يبقى ده خليفة، ما احنا بنسمي التو جينيريشنز، سلف وخلف. السلف لأنه سالف سابق، والخلف لأنه خالف يخلف ويأتي بعده. ربنا موجود مظبوط علشان الإنسان يبقى خليفة له، ده في غياب ربنا هو اللي يخلفه. بالظبط. لكن برضو نقدر نقول انه تعبير جميل، ممكن يكرم الانسان احسن من التعبيرات الاخرى اللي بتهين هذا الانسان في مواضع اخرى. احنا بنمسك في النقط المضيئة علشان نحاول نكرم الانسان على قد ما نقدر، لان ده المخلوق الوحيد اللي المسيح ارتضى ان يأخذ جسده.
كان ممكن ان رب المجد وهو نازل على الارض يصيغ لنفسه جسد. ونبص اللي انا قاعد انا وانت احنا اتنين دلوقتي بقى لينا شخص تالت موجود معانا. خلق الجسد ونزل جواه، ما كانش يبقى تجسد، كان يبقى ظهور في الجسد. لكن التجسد معناها ايه؟ ان يبتدي من الصفر بتاعنا، يتولد، يعني يبتدي بذرة زي اي جنين، زي الجوت، ويدخل جوه البطن وياخد من البطن وياخد من العذراء دمها ولحمها وعظمها، يعني نسوت كامل في كل نسوت صورته. كامل من اول الطريق. وحتى الكنيسة في صلاة القسمة بتقول الذي نما قليلا قليلا شبه البشر. يعني والكتاب المقدس قال لك كان يسوع ينمو في ثلاث حاجات، في النعمة والقامة والحكمة والقامة. النعمة ده النمو الروحي، حتى الأمور الروحية كان هو خاضع لناموس وأطراد النمو، يعني يقبل ان بكرة يبقى احسن من النهاردة، فهو مستني بكرة علشان يمشي طبيعي. في النعمة ده النمو الروحي، والحكمة ده النمو الفكري والعقلي، والقامة ده النمو البدني. عشان كده رب المجد نما قليلا، خضع لقانون النمو. يعني في ناس يقول لك ان العذراء مريم كانت تنمو في اليوم ما ينمو به المخلوق الاخر في شهر من الزمان. لا، العذراء مريم العذراء لا، المسيح كان ماشي في الطابور عادي جدا، بس كانت برضو بتظهر يعني اشياء غير عاديه حتى هو طفل. يعني شفنا لما تاه من مريم ويوسف في لما راحوا يحضروا العيد وقعدوا يدوروا عليه، ليوف المجمع بيتكلم مع يعني كبار الكهنة، مش كلام طفل في سنه. يعني متهيألي كان برضو بيبان عليه انه مش انسان عادي. انا يتهيألي، وطبعا دي حقيقة، ان المسيح ما طلعش كل اللي عنده. قال لهم ليه كلام اقوله لكنكم لا تحتملون. انا عندي كتير عايز اقوله لكن انت ما تحتملش، انا بديك على قد اللي انت بتستحمله. انا لما هاجرت هنا امريكا سنة 98 وجبت اسرتي، بنتي الصغيرة هي دلوقتي طالبة في كلية الطب، فبنتي لما دخلتها المدرسة ما كانتش تعرف انجليزي. فاول ما بدأت تتكلم انجليزي العيال ضحكوا عليها. طبعا دي كانت كفيلة ان تعقدها وتخليها ما تدخلش المدارس تاني، لكن ربنا رزقها بأستاذة حكيمة جدا. لما شفت الموقف ده قلت لها تعالي هنا يا حبيبتي، وقفت على السبورة قالت لها خد التباشيرة اكتب اسمك بالعربي. فراحت كتبت اسمها كله بالعربي، فراحت الأبلة وقفت كل التلميذ وكل التلميذة في الفصل اقروا اللي مكتوب. ما عرفوش. قالوا لها شايفين هي تعرف حاجات كتيرة من اللي انتوا تعرفوها، بس اللي هي تعرفه محدش منكم يعرفه. الموقف ده خلت البنت اتشجعت، اتغلبت على هذه الظاهرة، ثم تفوقت على كل الموجودين فيما بعد نتيجة مدرسة حكيمة عملت مثل هذا التصرف. رب المجد ما طلعش كل اللي عنده، وقال لي كلام كثير أقولهم لكنكم لا تحتملون. طبعا كانت حاجات صعبة. ده كل اللي ادهولنا احنا بندرس فيه 2000 سنة ومش قادرين نستوعبه. اذا رب المجد في الفترات دي كان بيدي على قدر، مش على قدر ما هو يتمكن من الاستيعاب، أما بل على قدر ما يتمكن الإنسان اللي قدامه من الاستقبال. بالظبط. فيبقى رب المجد كان في الفترة دي في كل أمور حياته كان مش بيطلع كل اللي موجود، بيطلع على قدر اللي قدامه ما يحتمل، ما يقدر يحتمل. طيب يا بونا، عشان كده أنا قلت هنخلي الإنسان في المسيحية في الآخر لأن وقتنا خلص، وإن شاء الله ناخد الحلقة القادمة عن
الكرامة اللي اداها المسيح أو الله للإنسان اللي أصبح مسيحي. بشكر قدسك على الحلقة دي جدا، وعلى لقاء آخر في حلقة قادمة. أحبائي المشاهدين بشكركم، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الرب، وعشنا وبرنامج إيمان كنيستي. من خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس.